بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنقول صيغة صلاة على سيدنا النبي للشيخ الأكبر سيدي محي الدين ابن العربي رضي الله عنه وأرضاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أفضي صلة صلواتك وسلام تسليماتك على أول التعيينات المفاضة من العماء الرباني، وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة، كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، إلى مدينة، وهو الآن ما عليه كان محصي عوالم الحضرات الإلهية الخمس في وجوده، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وراحمي سائل استعداداتها بندائه ووجوده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نقطة البسملة الجامعة لما يكون ولما كان، ونقطة الأمر الجوالة بدوائر الأكوان، سر الهوية التي في كل شيء سارية وعن كل شيء مجردة وعارية. آمين. الله على خزائن الفواضل ومستودعها ومقسمها على حسب القوابل وموزعها، كلمة الاسم الأعظم وفاتحة الكنز المطلسم والمظهر الأتم الجامع بين العبودية والربوبية والنشأ الأعم الشامل للإمكانية والوجوبية، الطود الأشم الذي لم يزحزحه تجلي التعيينات عن مقام التمكين، والبحر الخضم الذي لم تعكره جيف الغفلات عن صفاء اليقين، القلم النوراني الجاري بمداد الحروف العاليات، والنفس الرحماني الساري بمواد الكلمات التامات، الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتها، والفيض المقدس الصفات الذي تكونت به الأكوان واستمداداتها، مطلع شمس الذات في سماء الأسماء والصفات، ومنبع نور الإفاضات في رياض النسب والإضافات، خط الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية، وواسطة التنزل من سماء الأزلية إلى أرض الأبدية، النسخة الصغرى التي تفرغت عنها الكبرى، والدرة البيضاء التي تنزلت إلى الياقوت الحمراء، جوهرة الحوادث الإمكانية التي لا تخلو عن الحركة والسكون، ومادة الكلمة الفهوانية الطالعة من كن إلى شهادة فيكون، هيولي الصورة التي لا يتجلي بإحداها مرة لإثنتين ولا بصورة منها لأحد مرتين، قرآن الجمع الشامل للممتنع والعديم، وفرقان الفرق الفاصل بين الحادث والقديم، صائم نهار إني أبيت عند ربي، وقائم ليل تنام عيناي ولا ينام قلبي، واسطة بين الوجود والعدم، مرج البحرين يلتقيان، ورابطة تعلق الحدوث بالقدم، بينهما برزخ لا يبغيان، فذلك دفتر الأول والآخر ومركز إحاطة الباطن والظاهر، حبيبك الذي استجليت به جمال ذاتك على منصة تجلياتك، ونصبته قبلة لتوجيهاتك في جامع تجلياتك، وخلعت عليه خلعة الصفات والأسماء، وتوجته بتاج الخلافة العظمى، وأسريت بجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، وترقى إلى قاب قوسين أو أدنى، فانصر فؤاده بشهوده حيث لا صباح ولا مساء ما كذب الفؤاد ما رأى، وقر بصره بوجودك حيث لا خلاء ولا ملاء ما زاغ البصر وما طغى. صلي اللهم عليه صلاة يصل بها فرعي إلى أصلي وبعدي إلى كلي، لتتحد ذاتي بذاته وصفاتي بصفاته، وتقر العين بالعين ويفر البين من البين، وسلم عليه سلاما أسلم به من متابعته من التخلف، وأسلم في طريق شريعته من التعسف، لأفتح باب محبتك إياي بمفتاح متابعته، وأشهدك في حواسي وأعضائي من مشكات شرعه وطاعته، وأدخل مرائه إلى حسن لا إله إلا الله، وفي أثره إلى خلوة لي مع الله، إذ هو بابك الذي من لم يقصده منه سدت عليه الطرق والأبواب،
ورد بعصا الأدب إلى إسطبل الدواب. اللهم يا رب، يا من ليس حجابه إلا النور ولا خفاءه إلا شدة الظهور، أسألك بك في مرتبة إطلاقك عن كل تقييد التي تفعل فيها ما تشاء وتريد، وبكشفك عن ذاتك بالعلم النوري وتحولك في صور أسمائك وصفاتك بالوجود السوري، أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تكحل بها بصيرتي بالنور المرشوش في الأزل، لأشهد فناء ما لم يكن وبقاء ما لم يزل، وأرى الأشياء كما هي في أصلها معدومة مفقودة، وكونها لم تشم رائحة الوجود فضلا عن كونها موجودة. وأخرجني اللهم بالصلاة عليه من ظلمة أنانيتي إلى النور، ومن قبر جثمانيتي إلى جمع الحشر وفرق النشور، وأفضي علي من سماء توحيدك إياه ما تطهرني به من ركس الشرك والإشراك، وانعشني بالموت الأولى والولادة الثانية، وأحيني بالحياة الباقية في هذه الدنيا الفانية، واجعل لي نورا أمشي به في الناس وأرى به وجهك أينما توليت بدون اشتباه ولا التباس، ناظرا بعين الجمع والفرق فاصلا بحكم القطع بين الباطل والحق، دالا بك عليك وهاديا بإذنك إليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تقبل بها دعائي وتحقق بها رجائي، وعلى آله آل الشهود والعرفان وأصحابه أصحاب الذوق والوجدان، من انتشرت ترة ليل الكيان وأصفرت غرة جبين العيان. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أكمل مخلوقاتك وسيد أهل أرضك وأهل سماواتك، النور الأعظم والكنز المطلسم والجوهر الفرد والسر الممتد الذي ليس له مثل منطوق ولا شبه مخلوق، وارضي عن خليفته في هذا الزمان من جنس عالم الإنسان الروح المتجسد والفرد المتعدد، حجة الله في الأقضية وعمدة الله في الأمضية، محل نظر الله من خلقه منفذ أحكامه بينهم بصدق، الممد للعوالم بروحانيته المفيد عليهم من نور نورانيته، من خلقه الله على صورته وأشهده أرواح ملائكته وخصصه في هذا الزمان ليكون للعالمين أمانا، فهو قطب دائرة الوجود ومحل السمع والشهود، فلا تتحرك ذرة في الكون إلا بعلمه ولا تسكن إلا بحكمه، لأنه مظهر الحق ومعدن الصدق. اللهم بلغ سلامي إليه وأوقفني بين يديه، وافضي علي من مدده واحرسني بعدده، وانفخ في من روحه كما أحيا بروحه، ولأشهد حقيقتي على التفصيل فأعرف بذلك الكثير والقليل، وأرى عوالم الغيبية تتجلى بصور الروحانية على اختلاف المظاهر، لأجمع بين الأول والآخر والباطن والظاهر، فأكون مع الهابين من صفاته وأفعاله، ليس لي من الأمر شيء معلوم ولا جزء مقسوم، فأعبده به في جميع الأحوال بل بحولي وقوتي ذي الجلال والإكرام. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعني به وعليه وفيه حتى لا أفارقه في الدارين ولا أنفصل عنه في الحالين، بل أكون كإني إياه في كل أمر تولاه من طريق الاتباع والانتفاع لا من طريق المماثلة والارتفاع. وأسألك بأسمائك الحسنى المستجابة أن تبلغني ذلك منه مستطابا، ولا تطردني منك خائبا ولا ممن لك نائبا، فإنك الواجد الكريم وأنا العبد العديم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.